السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم يا أحبابي في قناة نشرة سيريا. لهذا اليوم وصفة اليوم راح تكون وصفة تقليدية بحتة 100%، قديمة تال مقديمة شخصيا نسيتها شوية، حتى فكرتني بها واحدة المشتركة اللي نحبها بزاف اللي هي مارينا، دائما تذكرني وتعطيني أفكار وتشجعني كما هي كما باقي بعض المشتركات اللي أحبابي بزاف وعزاز بزاف على قلبي. مهم هذه الوصفة كما كنتم تشوفوه هي عبارة عن شتيت حد الكابوية ولا شتيت حد القرعة الحمراء اللي أنا سميها شتيت حد المذاق العجيب، لأن فيها كما قلنا ميلانج تاع الحلو المالح والحار، سكري سالي وبيمونتي. يلا نتعرفوا على شتيت حد الكابوية. كما كنتم تشوفوه هنايا قريصة بك، يعني حوالي واحد رطيل ولا كابوية هنايا راني نضرب معاها باسكو نبيد وحده، اسمحوا لي جوست باش نوريكم فقط الوصفه درتها يعني سبيسيالمون. كما كنتم تشوفوا هنايا حندرس لها رويه ستوم، بون هذا من نص منو برك رويه ستوم. بعد ما نقيته نقيت نصه، هذاك الفلفل القناوه كنت شمخته في الماء السخون ودوكا درسته شويه فوالا، وراح ندرس هذيك الثوم. كما كنتو تشوفوا باقي المكونات، كاين غير بك العكري، كاين الملح، كاين شويه زبيب، هذاك راني شويه وسيتو في الماء، للاسف هذاك الزبيب كان شويه من نوعيه ماشي جيده بزاف. المهم دونك نبداو ندرسو مع شويه ملح. فوالا هاي لك الدرسه. راكو تشوفوا هنا قلت لكم درت برك نصف الكميه تاع الثوم باسكو غير شويه برك ماشي بزاف. الوغ هنايا راح ندير التقليه تاعي عاديه، طويجن تاعي غير صغيور، راني حندلو الدرسه عادي، درت هنا شويه سمن وندير شويه زيت ثاني فوالا. دونك ندير الدرسه تاعي يعني شيء جميل انه بعض المشاركات يتفاعلوا معايا ويدبر عليا، كما المشتركه مارينا، كما ام معاذ، كما يعني نحبهم بزاف ودائما يشجعوني، دائما واقفين معايا، بارك الله فيكم حباباتي. كاين تاني صفيه، كاين يعني دائما ما نقدرش نساخرهم لانهم من اوائل اللي وقفوا معايا في هذا ويشجعوني دائما، بارك الله فيكم، الله يخليكم لي خيات، ان شاء الله نتلاقاو في ساعه الخير يا رب. دونك حبابي هاي ليك كما مورفين دائما ندرسها، نشمخوها بالمويها، نحلوها بشويه ماء اي شويه عكري فوالا. وصفه بسيطه وقديمه، ما تقدوش تصوروا شحال قديمه يا بنات. كانت نشفه امي كانت ديرها لنا، بصح ما كناش، انا شخصيا ما كنتش نحبها، ما على باليش وعلاه تجيني بالك حره مع الثوم هذيك ما بوف ودوق بون. كاين واحد كيكبر يتبدل الذوق تاعو الى بري سيمولي شوز. دونك قلت لكم عندها ذوق عجيب، يعني ما نعرف الا كاين في الطبخ الجزائري، على بالي كاين سكري سالي خاصه كيما عندنا اللحم الحلو مثلا، كاين الناس الغرب كيما ناس وهران، الناس يعني ناس الغرب الجزائري يديروا بزاف سكري سالي كيما حبابنا تاع اخواتنا المغاربه، لكن سكري سالي وحر هادي اللي مانيش متاكده انه فيه دي روسيت. قولوا لي البنات الا كاين دي روسيت هكذايا قولوا لنا نستفاد من بعضنا بعض. انا شخصيا ما نعرفش، هذه الوصفه الوحيده اللي نعرف باللي تكون حره وحلوه وملحه. طيب هنا قليت بعد ما التقليات واسات، زدت درت شويه ما فقط ما كثرتش، هذاك الطريف تاع الكابويه قطعته مكعبات كما راكم تشوفوا، ما يكونوش مكعبات كبار باش ما نحيروش فيهم، وما يكونوش صغار باش ما يتحرحرولناش. اوكي دونك هنا مكعبات متوسطين على حسب يعني حسب لا كونتيتي اللي عندكم، على حسب الماعون ديالكم الطويجن ديالكم فوالا. هنا راني درت، لاحظوا بلي الملح درتو في الدرسه ياك، بصح من بعد كي دقت الوسمها زدت شويه ملح فوالا. هنايا راني حندير زوج مغارف سكر، تقدروا تروحوا البنات حتى ثلاثه، سا ديبون الكميه تاع الكابويا شحال عندكم. انا درت زوج بصح من بعد زدت مغرفه سكر وزدت شويه ملح فوالا، ونخليوها تطيب غير بعقلها.
على فكرة كاين واحد اخرين، كاين عائلات واحد اخرين، مثلا انا عائلة امي هكذا يديروا، من جهة امي هكذا يطيبوا، من عائلة ابي، من جهة ابي اقصد الله يرحمه، واش يديروا؟ يحكموا بارد في بارد، يحطوا الماء بارد، يحطوا فيه الكابويا كما راكم تشوفوا، يحطوا زبيب، يحطوا زبدة، وهذاك القرن تاع الحر ما يدرسوهش، يحطوا هكذاك صحيح ما ينحلوش راسه، والثوم يحطوها ما يقشروهاش، يحطوها هكذاك ويغليو كلش مع بعضه بعض، اوكي، وهكذا ويجمروها كما راني ندير هكذايا. فوالا يعني كل واحد، ويديروا السكر طبعا اكسيتيرا، نفس الشيء فقط ما يدرسوش، يديروا كلش ومع الزبده. يعني راكم تشوفوا كل عائله كيفاش، وانا طبعا على بالكم البنت تميل الى الام عوايد تاع الام، دونك انا نديرها كيما ديرها امي. فوالا بعد مرور حوالي واحد 20 دقيقه هكذاك راكم تشوفوا طابت. عفوا هنا كاين المشهد اللي درت فيه الزبيب تمحالي مرحلي معذره، فيعني كي بدات تخلها طياب رميت لها هذيك الكمشه تاع الزبيب اللي كنت واسيتها ديجا في الماء، شمختها في الماء. فوالا وهنايا راه تقريبا يعني ما تزيدولهاش الماء، هذاك هو مع اللي هي تطلق ما هايتو، هذاك هو. فوالا مي شيغ زامي، هنا راني نوري لكم هاكو تشوفوا هاد الدوسو بلاتو، كنت من يعني انتاج يعني ايادي جزائريه، كنت شريته في واحد المعرض تاع اقيم في قصر الثقافه تاع يعني تاع الاعمال اليدويه التقليديه اللي تاعو اختيزانو، كان انا اختيست كان دارهم، كنت شريته عليه يعني جوست بو مونتري بلي كاين اعمال شابه يدويه، يعني حرفيين يديروا حاجات شابه من تقاليدنا، يعني ان شاء الله الواحد لازم يشجعهم كي تشوفوا بنات هاد الشابين هكذا شريوهم وهديوهم، وكي يجوكم دي زيترونجي تستقبلوا دي زيترونجي في ديركم حطوهم وافتخروا بهم واعتزوا بهم لان تراثنا جميل وغني. فوالا احبابي هاوليك شتت حتى يعني العجيبه ذات المذاق العجيب المالحه الحلوه والحاره. فوالا ان شاء الله تجربوها وما تنساوهاش وتذوقوها، ذوقوها يعني تستحق التجربه، يعني بنينه وهايله، يفو جوست ايمي هاد لو غو هاد لو كونتراست انتر سكري سالي بيمونتي. فوالا بسيطه سهله بنينه من تقاليدنا، تقليديه بحته 100% جزائريه، مانيش عارفه انا نقول لكم عاصميه، لكن ربما يديروها في الولايات الاخرى، البنات اللي من ولايات واحد اخرين يقولوا لنا يعلمونا ويقولوا لنا اللي يديروها ولا يديروها هكذا ويقولوا لنا الطريقه، نتبادل الاراء ونحافظوا على تقاليدنا، ما يهمش شمال جنوب شرق او غرب، المهم ان تكون اكله جزائريه ومن تقاليدنا ونحافظوا عليها في كامل التراب الوطني. البنات ان شاء الله تجربوها وتعتزوا بها وتحطوها كمقبله على الاقل، وتشوفوا بلي بنينه بنينه. ما تنساوش لي ميور شوز سون توجور لي بلوس امبل. نزيد لكم حاجه غير كيف في طنجره كاين غير جديد بصح بالقديم يلا لي ميور شوز سون توجور لي بلوس امبل، ومع للمحافظه على التقاليد. السلام عليكم ورحمه الله.